بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء من جديد مع موعد مباراة النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة. البداية بس ياريت تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك ياريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2020-2021. كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على فريق الترجي التونسي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ثم كرر فوزه في لقاء الإياب 3 أهداف دون رد ليصعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0. على الجانب الآخر، فريق كايزر تشيفز تأهل هو الآخر إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تفوقه على فريق الوداد المغربي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ثم تعادل في لقاء الإياب بدون أهداف ليصعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0. أما عن تشكيل الأهلي المتوقع إن شاء الله للمباراة، في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع بدر بنون، أيمن أشرف، قدامهم أكرم توفيق، علي معلول، وخط الوسط يتكون من أليو ديونج، حمدي فتحي، في الأمام حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف. بالنسبة لموعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت 17/7/2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة بمشيئة الله في تمام الساعة 8 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب، الساعة 9 بتوقيت مصر والقدس، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا، تذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا. في نهاية الفيديو إن شاء الله مستني توقعاتكم لنتيجة المباراة، اكتب توقعك لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، وإن شاء الله صاحب التعليق الصح هنكتب اسمه في الفيديوهات القادمة بمشيئة الله. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.